ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات التعليم الزراعي الصف الأول، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة في مادة الصناعات الزراعية. إن شاء الله النهاردة حلقتنا هنستكمال للحلقات اللي فاتت إن شاء الله، وهي عبارة عن طرق حفظ المادة الغذائية. في الحلقات السابقة إحنا اتكلمنا يعني إيه معنى حفظ، وعرفنا الطرق المختلفة في حفظ المواد الغذائية. تطرقنا إلى الحفظ عن طريق التحكم في درجات الحرارة، وإن كان آخر حاجة خدناها الحفظ عن طريق التحكم في الرطوبة. اتكلمنا عن التجفيف، وعرفنا يعني ايه كلمة تجفيف، ويعني ايه انواع التجفيف المختلفة، وعرفنا يعني ايه مميزات وعيوب التجفيف، وعرفنا الخطوات الاساسية في عملية التجفيف، واتكلمنا عن خطوة الكبرطة بالذات دي، وعرفنا يعني ايه كلمة كبرطة علشان خاطر تبقى انت عارف ايه فايدة عملية الكبرطة. برضو تطرقنا المرة اللي فاتت، بس احنا ما اتكلمناش يعني، قلت لكم الحلقة اللي جاية هقول عليها، اللي هو الحفظ عن طريق التحكم في الرطوبة باستخدام السكر. احنا دلوقتي احنا ممكن نحفظ المادة الغذائية عن طريق التحكم في الرطوبة باستخدام السكر، ان احنا بنبتدي نعمل محاليل سكرية، والمحلول السكري ده بننقع فيه المادة الغذائية اللي احنا المراد ان احنا نرفع نسبة المواد الصلبة فيها، ونبتدي نعمل تبادل على طول. يعني بمعنى ايه؟ نعمل محلول سكري حوالي تركيزه 30%، خلاص؟ ونبتدي ناخد الفاكهة اللي عندنا اللي هي اسمها الفاكهة المسكرة. احنا الفاكهة دي هنوصلها لدرجة التسكير انها تشرب المحلول السكري او الشراب السكري، لحد ما توصل لمرحلة ما تقدرش خالص انها يعني تشبعت خلاص بالشراب السكري ده، وتبتدي ليه نبتدي نسيبها بقى بعد كده. هقول لك الطريقه بالظبط تخلي الماده الغذائيه ما تفسدش معاك وتحتفظ بالخواص بتاعتها. نعمل محلول سكري طبعا، والمحلول السكري بيصل تركيزه ل 30%، واحنا ممكن نقيس تركيز السكر زي ما احنا خدناه في الحلقات السابقه عن طريق الايدروميتر، ايدروميتر بالينج او بيركس، او ممكن بريفراكتوميتر لو كانت اللزوجه بتاعه الشراب السكري عاليه شويه. بعد كده احنا بنيجي ناخد الثمار المراد تسكيرها، والثمار دي لازم تكون ليها مواصفات خاصه. ايه هي؟ اول حاجه لازم تكون الانسجه بتاعتها قويه جامده، علشان خاطر احنا هنعرضها لغليان فتره طويله مع الشراب السكري، وبالتالي علشان ما تتهرش منك وتبتدي تتحول الى فاكهه متهتكه او تبص تلاقيها مهريه، فانت بتعمل اول حاجه بتستخدم انواع من انواع الفاكهه بتكون الانسجه بتاعتها مالها قويه، علشان كده انت بتاخدها قبل يعني فتره النضج، قبل فتره النضج بشويه، عشان تكون الفاكهه مثلا ايه متماسكه تماسك جيد، خلاص كده؟ طيب بعد كده طبعا انت لو كنت انت مش هتشتغل بها على طول، ممكن ان انت تنقع هذه الثمار في محلول مخفف من حمض الكبريتوز. طيب ليه حمض الكبريتوز بنقع في هذه الثمار؟ لان ده بيعمل قصر للون، اكنها كبرطة، بيعمل قصر للون، وبيعمل بيخلي الانسجة بتاعت الثمار تبقى متينة، تبقى محتفظة بالقوام والنسيج بتاعها قوي. وانت بعد كده بتيجي تاخدها بتغسلها كويس جدا وتبتدي تشتغل بيها، تحطها في المحلول السكري 30%، او بعد كده تبتدي بتعمل عمليه غليان لهذه الثمار، خلاص؟ بعد كده بتوقف الغليان وتسيبها لتاني يوم، تاني يوم منقوعه في هذا الشراب السكري. بتيجي تاني مره، تاني يوم بترفع الشراب السكري، مثلا بيبقى 30، لا خليه 40، وتبتدي تعمل عمليه غليان للثمار مره اخرى، وتسيبها منقوعه في الشراب السكري. تالت يوم تبتدي ترفع التركيز، هكذا ترفع التركيز وتسيبه، ترفع التركيز وتسيبه، لحد اما يوصل لدرجه معينه هتصل اسمها درجه التشبع. يعني ايه درجه التشبع؟ تبص تلاقي ان الثمره خلاص مش قادره انها تمص او تتشرب بالشراب السكري مره اخرى. بعد كده بيتم طبعا ساعات بيوصل التركيز بتاع الشراب السكري بيوصل ساعات ل 70 و75%. بعد كده بيبتدي يطلعوا هذه الثمار، بيطلعوها ويبتدي يخلوها يحولوها اما حاجتين، يا اما يحطوها في شراب سكري تركيزه 85% طبعا ويطلعوها منها ويجففوها. هتبص تلاقي الثمره هتطرد السكر، هتبص تلاقي الثمرة عليها بلورات سكر اكنها كده مسكره، دي اسمها الفاكهه المسكره.
ودي ما بتبصش معاك، لان انت بتعمل ايه؟ انت خلاص طردت الرطوبه اللي فيها، حولت زودت نسبه المواد الصلبه وقللت نسبه الرطوبه، وده يعتبر نوع من انواع الحفظ. طيب، او ان الثمار دي اللي انت حطيتها يعني طلعتها بتحطها بتعمل مخلوط من الصبغ العربي مع البكتين مع الماء، ودي بتتعمل زي محلول معين، وتبتدي تحط فيها هذه الثمار وبعد كده تطلعها وتعمل لها عملية تجفيف، وده بيعملوه في البلح، وده بيسميه جلاسيت. بص تلاقي بعد ما تتجفف الثمرة بتبقى بتلمع، اكنها بتلمع كده، اكنها شكلها جميل قوي بيبقى، وعلى فكرة بتتغلف كل ثمرة لوحدها، يعني بص تلاقي البلحية كلها حاجة لوحدها. هوريكوا شكل ليه الفاكهة المسكرة دلوقتي دي كده. يبقى انت عندك دي لما بيكون فيها بلورات سكر دي بنسميها الكريستاليزي، انما لما بيكون بتلمع من غير بلورات السكر دي بنسميها الجلاسي. يبقى انت لازم تفرق بين الكريستاليزي والجلاسي. الكريستاليزي ان انت عملت الفاكهة المسكرة حطيتها في شراب سكري تركيزه بيصل ل 85%، وبعد كده بتجففها، تبص تلاقي تتكون طبقة من بلورات السكر حول الثمرة، ودي بنسميها الكريستاليزي. لكن إذا خدنا الثمار بعد ما تشبعت بالشراب السكري وخدناها وعملنا مخلوط من 3 حاجات، من البكتين ومن الصبغ العربي مع المية، وحطيناها هذه الثمار نقعناها فيها وشلناها وخليناها في صواني وجففناها، تتكون طبقة لامعة مصمتة تمنع او تمنع دخول اي حاجه داخل الثمره، وبتكون نسبه المواد الصلبه داخل الثمره عاليه جدا للحد الذي يمنع حدوث الفساد. في هذه الحاله بنسمي هذا النوع من انواع الثمار الايه؟ الجلاسي. خلاص كده؟ في طريقه تانية من طرق الحفظ او التحكم في الرطوبه اللي هي استخدام الملح. احنا بنستخدم الملح بتركيزات معينه لحفظ بعض انواع الغذاء. زي ايه؟ ان احنا قد نضيف الملح ان احنا علشان خاطر نحفظ بيه الزبد، ممكن بنضيف الملح بنسبه 3% زبده او مارجرين، دي بنحطها علشان خاطر تعمل لنا حفظ للمارجرين او السمن او الزبده اللي عندك. ممكن ان احنا بنستخدم الملح في تمليح الاسماك، لما بتيجي تعمل تمليح للاسماك بتحط الملح الخشن في الخياشيم بتاعتها وتبتدي تحشيها بالملح. الملح دي هيعمل ايه؟ هيبتدي يخرج لك الرطوبه من داخل السمكه الى خارجها، وبالتالي بيحفظ لك الماده الغذائيه من عوامل الفساد. وده بنستخدمه لما بنيجي نعمل الرنجه، احنا عندنا الرنجه والسردين، الحاجات دي كلها بنستخدم فيها عمليات التمليح. برضو احنا بنعمل عملية التمليح او الحفظ بالملح عن طريق مثلا عندنا عملية ايه؟ عملية المخللات، التخليل. التخليل انت دلوقتي طالما ظبطت تركيز المحلول الملحي معاك، احنا قلنا ان احنا 16-15% 16% في المخللات ده كافي لحفظ التخليل، عملية التخليل. المخلل ما بيبصش منك ليه؟ ده انت كل لما ظبطت المحلول الملحي معاك بالايدروميتر اللي احنا خدناه في دروس العملية اللي هي البومي، بتاخد المحلول وتقيس التركيز بتاعه، تبص تلاقي مثلا تركيزه انت بتبتدي التخليل مثلا ب 8%، بعد اسبوع اسبوعين شهر تبتدي ترفع التركيز، ترفعه 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 لحد ما توصل لتركيز حافز للتخليل اللي هو من 15 ل 16%. المخلل ساعتها هيفضل معاك فترة طويلة من غير ما يحصل له اي نوع من انواع الفساد، بشرط ان انت تخزنه بطريقة صحيحة. حط طبقة الزيت على المخلل واقفله كويس، الكلام ده كله لو انت عملته صح هتبص تلاقي التخليل عندك ما يحصلهوش اي نوع من انواع الفساد. يضاف الملح لبعض المواد الغذائية كتيرة جدا بغرض ان هو بيشيل نسبة رطوبة، طالما شال نسبة رطوبة يبقى ده اسمه تحكم في الرطوبة باستخدام ايه؟ باستخدام الملح او السكر. هتشوف مع بعض من خلال الشرايح الكلام اللي انا بقوله ده دلوقتي. عندنا الحفظ عن طريق رفع تركيز نسبة السكر اسمها الفاكهة المسكرة. عندنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، اما اقول لك يعني ايه فاكهة مسكرة. الفاكهة المسكرة هو غمر الفاكهة في شراب سكري وتترك به حتى ترتفع نسبة السكر في الفاكهة الى النسبة اللازمة لمنع حدوث الفساد، ولا بد من مراعاة
عدم هري الثمار او عدم تصلب وكرمشه الثمار. الحته دي مهمه جدا، هقولها تاني معلش عشان دي مهمه. اما اقول لك عارف الفاكهه المسكره هو غمر الفاكهه في شراب سكري وتترك به حتى ترتفع نسبه السكر في الفاكهه الى النسبه اللازمه لمنع حدوث الفساد، ولا بد من مراعاه عدم هري الثمار او عدم تصلب وكرمشه الثمار. عندنا دلوقتي في بيقول لك ايه، علل لما يلي: تجهز الفاكهه المسكره بوضعها وتخزينها في محلول حمض الكبريتوز مخفف او ثاني اكسيد الكبريت. انا لسه قايلها دلوقتي، قبل ما بستخدم الفاكهه بحطها في محلول حمض الكبريتوز. ليه؟ نشوف بقى الاجابه ليه. لتقويه انسجتها وقصر لونها. تبص تلاقي الانسجه بتاعتها بتبقى تقوى واللون بتاعها بيبقى فاتح ما بيبقاش غامق، وزي ما انت شايف كده بيعملوا فاكهات مسكره بحاجات. تعرفوا قشر البرتقال؟ قشر البرتقال اللي بيترمي ده ما بينرموهوش، ده بياخدوا القشر ويعملوه زي فاكهه مسكره زي ما انت شايفه كده في الصوره. والفراوله برضو بيعملوها فاكهه مسكره وبتبقى مجففه وحواليها السكر زي ما انتوا شايفينها في الصوره. في عندنا دلوقتي يراعى دائما الفاكهة المعدة للتسكير براعى الآتي. ايه هي؟ اول حاجة ذات قوام متماسك علشان خاطر الفاكهة عندك ما تتهريش. في عندك تاني حاجة اللي هي ليفضل قطف الثمار قبل ان تبلغ مرحلة النضج النهائية. كده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يبقى القوام بتاعها متماسك وما تتهريش منك لما تيجي تعمل الفاكهة المسكرة. في عندك دلوقتي حاجة كمان، الحفظ بإضافة الملح. وإحنا عرفنا الحفظ بإضافة الملح هي مادة حفظ طبيعية، مالها؟ تستخدم في إيه؟ تستخدم حفظ الأسماك وحفظ اللحوم، تستخدم في حفظ منتجات الدهون اللي هي المارجرين زي ما أنا قلت لكم، اللي هي بتضاف بنسبة كام؟ بتضاف بنسبة 3%. برضو إن الملح بيستخدم في حفظ الجبن وبيستخدم في حفظ البيض السائل، لازم بنستخدم تركيز كام؟ من 5 ل 8%. برضه بنستخدم في حفظ الخضر حيث يستخدم محاليل مختلفة التركيز بتتراوح ما بين من 15 إلى 20%. دي اسمها مادة الحفظ الطبيعية. الحفظ باستخدام المواد الحافظة، الحتة دي أنا عايزة أتكلم فيها شوية. المادة الحافظة هي مادة بتبقى موجودة في المواصفة القياسية، بتبقى موجودة في المواصفة القياسية بالنسبة المحدود بيها، بالنسبة المسموح بيها. المواد الحافظة هي مادة تضاف للمادة الغذائية، الغرض منها منع أو إخفاء أو تأخير عوامل الفساد. منع أو إخفاء عوامل الفساد أو تأخير عوامل الفساد. المادة الحافظة لابد أن يكون لها شروط خاصة علشان خاطر إنها ما تتحط على المادة الغذائية ما تعملش أي ضرر للإنسان. شروط المادة الحافظة المستخدمة في المادة الغذائية: رقم واحد، أنا هقولها لكم كده بطريقة مبسطة. أول حاجة: ألا تسبب تهيج للجهاز الهضمي. ما أحطش مادة حافظة وأجي أكلها أبص ألاقي في آلام في المعدة، عملت لي تهيج للجهاز الهضمي، ممنوع. اتنين: الا تدخل الجسم وتتحلل الى مواد ضاره بالجسم. اجيش انا بقى اكل حاجه ابص الاقيها هي ثابته، لكن لما تيجي تتعرض للانزيمات وعمليه الهضم تتحول لمواد لها تاثير ضار على البني ادم، لا دي كده ماده حافظه ما نستخدمهاش. الا تكون مجهوله المصدر، يمكن الكشف عنها بسهوله. اتحطت ماده حافظه معروفة مكتوبة في المواصفة القياسية، لكن برضو لما تيجي تعمل لها عملية تحليل تعرف على طول المادة دي ايه، ما تبقاش مجهولة الهوية وهي مادة حافظة وخلاص. لا طبعا الكلام ده مظبوط تماما. ألا يؤدي استخدام المادة الحافظة إلى الإهمال في الشروط الصحية وفي جودة الثمار المستخدمة أو الغذاء المستخدم. يعني أنت دلوقتي عايز تعمل مثلا مربى او عايز تعمل اي منتج من المنتجات، تهمل في الشروط الصحيه. يعني ايه تهمل في الشروط الصحيه؟ تقول لا لا خلاص مش مشكله، انا مش لازم اغسل الثمار، ما انا هحط ماده حافظه. لا مش مهم ايدك ما تبقاش، مش ما انا هحط ماده حافظه. لا الكلام ده مرفوض تماما، لان ده كلام خطير جدا جدا وممكن يؤدي الى عواقب وخيمه من احنا في غنى عنها. يبقى انت لابد
ان انت تبقى عارف المادة الحافظة تكون شروطها ايه، وعلشان خاطر ما تسببش ليك اي نوع من انواع يعني التعب. عندنا المواد الحافظة، في عندنا مواد حافظة كتيرة جدا، في عندنا المواد الحافظة الطبيعية زي عندك بالظبط كده، مواد حافظة زي الأحماض العضوية، مواد حافظة طبيعية زي السكر والملح، مش دي مواد حافظة؟ مواد حافظة طبيعية دي. في عندك نوع من أنواع المواد الحافظة اللي هي الأحماض العضوية. إيه هي الأحماض العضوية؟ عندك زي حمض الخليك، إيه عندك حمض الستريك، إيه كل دي اسمها أحماض عضوية، ودي بنستخدمها حوالي بتركيز 2 ل 3%. وطبعا الأحماض العضوية دي احنا كتير أو بنستخدمها في بيوتنا. في عندنا بقى أحماض تانية اسمها أحماض البنزويك وأملاحه، وأحماض الكبريتوز وأملاحه. أحماض البنزويك زي حمض البنزويك، وده بيستخدم في حفظ المواد الغذائية المختلفة خصوصا العصائر، وأملاحه الملح المشهور اللي عندنا اللي احنا بنستخدمه اللي هو مادة بنزوات الصوديوم، مادة بنزوات الصوديوم، ودي في غالبا بتستخدم في حفظ العصائر، ودي بيبقى ليها تأثير فعال على الفطريات. طيب احنا لما نيجي نقول بنزوات الصوديوم ليها شروط في الاستخدام، لما تيجي نستخدم بنزوات الصوديوم لابد ان تكون البيئة اللي انت هتحط فيها بنزوات الصوديوم بيئة حامضية. اذا البنزوات لا تعمل الا في الوسط الحامضي، يعني انت دلوقتي لما بتيجي تعمل اي عصير ولا حاجة حط نسبة حامض ستريك تحمض البيئة، وبعد كده تنزل عليها ببنزوات الصوديوم. بتشتغل بنزوات الصوديوم عند بي اتش كام؟ بي اتش 4. خلاص كده دي من ضمن الشروط. اما تيجي تستخدم، تستخدم بنسبة 1 من 10%، ودي مكودة في المواصفة القياسية المصرية. اما تيجي تحط مادة البنزوات تتوزن صح كويس جدا، وتتدوب الاول في قليل من الماء، وتنزل بيها على المادة الغذائية اللي انت هتبتدي تعمل لها ايه، عملية حفظ. في عندنا اللي هي احماض الكبريتوز واملاحه، الملح المشهور ميتا كبريتات الصوديوم وميتا وكبريتيت الصوديوم، كل دي املاح خاصه بالكبريتوز، ودي بيبقى ليها فعل مؤثر على الخمائر، اي نوع من انواع الخمائر ليها تاثير عليه. برضه دي ليها شروط في الاستخدام عشان خاطر تؤدي فعاليتها بطريقه صحيحه. يبقى احنا المواد الحافظه دي كلها نخلي بالنا كلها في نسبه الاضافه، ونخلي بالنا كلها ان احنا ما نتعداش الحدود المسموح بها حتى لا تؤثر على الانسان. وتخلي بالك كويس ان كل ما تميل الحفظ بالطرق الطبيعيه ما فيهاش اي كيماويات، ده يعتبر احسن للمستهلك. نشوف كده مع بعض الحفظ باستخدام المواد الحافظه. عندنا اول حاجه تعريف المواد الحافظه. المواد الحافظه هي مواد لها فعل مضاد لنشاط الاحياء الدقيقه بالنسبه التي تستعمل بها لحفظ الغذاء، وهي مواد التي يؤدي استخدامها الى تاخير او منع او اخفاء التغيرات الغير مرغوبه في الماده الغذائيه. لما نيجي نعرف دلوقتي، اما اجي اقول لك انواع المواد الحافظه، عندنا زي ما انت شايف التقسيمه الحلوه دي كده، عندنا مواد حافظه طبيعيه زي عندك الملح، زي عندك السكر، زي الخل، زي الاحماض العضويه. عندك انواع المواد الحافظه الكيميائيه زي احماض البنزويك والبوريك والكبريتوز والفورمالدهايد. احنا اللي هناخده عندنا احماض البنزويك والكبريتوز. في عندنا الشروط الواجب توافرها في المواد الحافظه، ودي من الاسئله المهمه اللي بتيجي في الامتحان تملي. ايه هي؟ اول حاجه الا تكون مهيجه للجهاز الهضمي. تاني حاجه الا تؤذي الجسم في الظروف العاديه ولا تعطل الانزيمات الهاضمه، ما خدهاش تعمل لي مشاكل في عمليات الهضم، دي مرفوضه تماما. الا تكون قابله للتحلل داخل الجسم في الجسم الى مواد اكثر سميه، وده مرفوض تماما. برضو الا يؤدي استخدامها الى استخدام او الى استعمال خامات غير صالحه والاهمال في الشروط الصحيه. سهوله الكشف عليها في الاغذيه وتقديرها، يعني تقدر ان انت تكشف وتعرف تقول ايه دي قد ايه. هناخد اول حاجه اللي هي الاحماض العضويه، اهم المواد الحافظه الاحماض العضويه زي ما انتم شايفين اللي احنا هناخدها احماض عضويه، وفي عندك حمض البنزويك واملاحه، وفي عندك حمض الكبريتوز واملاحه.
طب تعالى نشوف اول حاجه حمض الايه اللي هي الاحماض العضويه. الاحماض العضويه قلنا زي ايه؟ زي حمض الخليك، وعندنا حمض الستريك، وحمض اللاكتيك، والتركيز الحافز ليها بيكون من كام لكام؟ بيكون من 2 ل 4%، ودي من الاحماض العضويه المشهوره جدا بنستخدمها. في عندك اللي هو حمض البنزويك واملاحه. ايه حمض البنزويك؟ زي ماده بنزوات الصوديوم، وتاثيرها على فكره دي على الخمائر مش على الفطريات. البنزويك تاثيرها على الخمائر وليس الفطريات. يبقى بنزوات الصوديوم يفضل استخدامها في الوسط الحامضي عند رقم حموض 4، وفعلها على الخمائر اكثر من الفطريات، بتستخدم في العصائر والشروب. يبقى بتستخدم عند بي اتش ايه 4، وانا كاتبه لكم ليها تاثير على الخمائر باللون الاصفر اهو. بعد كده عندك حمض الكبريتوز واملاحه. حمض الكبريتوز واملاحه يستخدم في كبرات الفاكهه وعصيرها، وهو فعال بتركيز كام؟ 3%. بنستخدمه تركيز 3%، رقم الحموضة عنده 2.4، فعال ضد الفطريات. ضد الفطريات يبقى الكبريتوز فطريات، انما البنزويك خمائر، عشان احتمال انا يمكن لخبطت فيها في وانا قلت يبقى الكبريتوز فطريات، انما التاني ايه؟ عبارة عن خمائر من اهم املاحها زي كبريتيت الصوديوم، وفي عندك كبريتيت البوتاسيوم، وفي عندك ميتا كبريتات الصوديوم. دي اسمها كده الحفظ بالمواد الحافظة. الحفظ بالتدخين احب اتكلم عليه برضو اقوله. التدخين يعني ايه؟ التدخين هو عبارة عن ان انت بتعامل المادة الغذائية بمركبات الدخان. طب مركب الدخان ده جاي من ايه؟ من الاختراق الغير كامل لنشارة الخشب. بياخدوا نشارة الخشب ويبتدي يحرقوها، بيتولد عنها بخار او دخان. الدخان ده فيه بعض المركبات بتعمل عمليه حفظ للماده الغذائيه، وبتعمل عمليه التدخين للماده الغذائيه. خلي بالك كويس جدا ان في غرف خاصه اسمها غرف التدخين، بتبقى غرفه زي ما يكون ايه مخنوقه، بمعنى ما فيهاش اي منفذ للهواء. ده انت كده بتحطها وتبتدي تعمل تشعل في نشاره الخشب. نشارة الخشب بيتصاعد منها الدخان، والدخان ده بيتخلل لداخل المادة الغذائية ويؤدي إلى حفظها. في عندنا مركبات الدخان مادة مشهورة جدا اللي اسمه الفورمالدهايد، وده بيبقى موجود جدا في الدخان. يبقى بقول لك عارف التدخين هو عبارة عن التعرض الناتج للبخار أو الدخان نتيجة الاحتراق الغير كامل لنشارة الخشب. خلي بالك ان مركبات الدخان دي أو الابخره بتاعت التدخين بيحولوها الى حاجه اسمها سائل تدخين. سائل تدخين ان هم بيعملوا تكثيف لمكونات الدخان او الابخره اللي طالعه او الدخان اللي طالع، ويحولوه الى سائل. يعني اما اقول لك يعني ايه سائل تدخين، سائل تدخين هي عباره عن مركبات الدخان بندوبها يا اما في ميه يا اما في مذيبات مستخلصات. طيب بنعمل بيها ايه؟ بنبتدي نستخدمها للمادة الغذائية. بستخدمها عن طريق حاجتين، يا اما عن طريق الرش يا اما عن طريق النقع. ازاي؟ انت عندك مثلا عايز تعمل عملية تدخين لسمك او تدخين للحمة، بتعمل ايه؟ ممكن ببساطة شديدة جدا ان انت بتاخد اللحمة او السمك وتبتدي بالاتومايزر او بعملية الرش، سائل التدخين ده، تبتدي ترش على السمكة اللي انت عايز تعمل لها عملية تدخين، وبعد كده بتتعمل لها عملية تجفيف او زي ما احنا عايزين. او نفس الحكاية، يبتدي ناخد السمك او ناخد اللحوم وتتنقع في سائل التدخين، وبعد كده تتم المعاملات التانية عليها. ده اسمه ايه؟ ده اسمه إيه؟ سائل التدخين. يبقى انت خدت حاجتين دلوقتي، خدت عرفت يعني ايه عملية التدخين، هو عبارة عن معاملة المادة الغذائية بأبخرة أو بالدخان نتيجة الاحتراق الغير كامل لنشارة الخشب. اما اجي اقول لك سائل التدخين هو عبارة عن مركبات الدخان بتبقى متدوبة في مية او في مذيب، بستخدمها بطريقتين، اما طريقة الرش او بنستخدمها بطريقة الايه النقع. التدخين طبعا من الحاجات اللي يعني احنا بنستخدمها في المادة الغذائية، خصوصا في السمك. زي عندنا سمك الرنجة اللي احنا بناكله في شم النسيم، دي بتبقى اسمها الاسماك المدخنة. مركبات الدخان بيبقى ليها تأثير حافز على المادة الغذائية اللي عندنا.
ما اجي اقول لك انواع التدخين، عندنا في نوعين من انواع التدخين، في عندنا تدخين على البارد وفي عندنا تدخين على الساخن. تدخين على الساخن يعني انت بترفع درجة حرارة الدخان بتوصل طبعا ل40 وبتوصل ل80، وده بيبقى محتاج فترة قصيرة في عملية التدخين. التدخين على البارد لا، بالعكس بيبقى التدخين على درجة حرارة منخفضة كمان، وبيبقى المدة اللي انت بتستخدمها بتبقى مدة طويلة في عملية التدخين. لما نيجي نعمل عملية تدخين السمك بالذات، أول حاجة بنعملها في عملية تدخين السمك بنعمل عملية تنظيف للسمك تماما، ننظفه كويس جدا ونغسله كويس. بعد كده بتعمل عملية تمليح، يعني بتاخد الملح تبتدي تحشي بيه السمك وتملحه. بعد ما بتيجي تملحه بتشيل الملح الزائد، بتشيله خالص. وبعد كده بتيجي تعمل عملية إيه؟ عملية التدخين اللي هو بنعرضه إلى الدخان اللي هي في غرف مخلقة بيتم حرق الخشب، وبالتالي بنبتدي حتى برضو الخشب بيبقى مش أي نوع من الخشب، خشب بيبقى ليه مواصفات خاصة تساعد على إنتاج كمية دخان علشان خاطر تتخلخل إلى داخل السمكة وتبتدي تعمل لها عملية التدخين. في شروط معينة لكفاءة الدخان، يعني إيه هي العوامل اللي بيتوقف عليها كمية الدخان والكفاءة بتاعته؟ أول حاجة نوع الخشب، نوع الخشب بيأثر تأثير يعني جذري على كمية الدخان. في نوع من أنواع الخشب بيبقى ما يديش كمية دخان عالية، فده يعتبر ده دي أول حاجة. رطوبة أو المحتوى الرطوبي للخشب، لو الخشب نسبة الرطوبة فيه عالية طبعا هتبص تلاقي الدخان بتاعه هتبقى قليلة، ودي حاجة مش مرغوبة. حجم جزيئات نشارة الخشب دي برضو بتتحكم في كمية الدخان الناتجة. معدل سريان الهواء بتأثر على كمية الدخان برضو الناتجة. درجة حرارة التدخين، كل دي عوامل تؤثر على عملية التدخين. وإن شاء الله أنا معايا هنا شريط فيديو كده صغير جميل هتشوفوا فيها إزاي بيتم عملية التدخين للأسماك والفيليه بتاع السمك. طب نشوف مع بعض كده. الحفظ بالتدخين عندك، في عندك أول حاجة زي ما أنت شايف إن تعريف التدخين معاملة المادة الغذائية زي اللحوم أو الأسماك بالإيه؟ بالدخان الناتج عن الاحتراق الغير كامل لأحد أنواع الأخشاب الصلبة أو نشارة الخشب. في عندك دلوقتي العوامل اللي بيتوقف عليها جودة الدخان، إيه هي؟ أيوه، نوع الخشب المستخدم، برافو عليكم. طب في حاجة تانية اللي هي المحتوى الرطوبي للخشب، في عندك كمان درجة حرارة توليد الدخان، في عندك كمان حجم جزيئات النشارة المستخدمة، ودي برضو من الحاجات اللي بتأثر في كمية الدخان. برضو عندك معدل سريان الهواء أثناء توليد الدخان، كل دي عوامل بتؤثر على كمية الدخان الناتج. لما أجي أقول لك إيه هي خطوات عملية التدخين، لو انت عندك رنجة كده عايز تعملها، ايه هي الخطوات؟ شايفين اول حاجة، شايفين في الصورة بيعملوا ايه؟ اول حاجة بيعمل شطف او الغسيل، بياخد السمكة ويعمل لها عملية غسيل اهو زي ما انت شايف. طب بعد كده بيعمل له ايه؟ بيعمل عملية اللي هي زي ما انت شايف التمليح، بياخد اهو السمك وبيحط عملية ملح علشان يتخلص من الرطوبة اللي فيها، عشان بيحفظها ويتخلص من اكبر نسبة من الرطوبة. طب بعد كده بيعمل ايه؟ بيبتدي ازاله الملح الزائد عشان ما يبقاش مالح معاك ويغير لك اللون والطعم فيها، ازاله الملح الزائد. طب بعد كده بيعمل عمليه ايه؟ بيبتدي يعمل التجفيف الجزئي، يعني بيبتدي يعرضه كده لتيار من الهواء علشان نسبه الرطوبه تقل في السمكه، عشان خاطر كل ما احنا بنبتدي نقلل من نسبه الرطوبه بالتالي ده يعتبر عامل من عوامل الحفظ. عشان قلت لك ان التحكم في الرطوبه طريقه من طرق الحفظ، اهو عاملين اهو السمك الرنجه وعاملينه تجفيف جزئي. بعد كده بيعملوا عمليه التدخين، شايفين اهو معلق السمك اهو، اسمها دي بيسموها شجره التدخين. بيبقى الشجره كده في بيحط عليها الرنجه زي ما انت شايف ومتباعده مع بعضها، ويبتدي يحطها في غرفه الدخان علشان التدخين، علشان تبتدي تكتسب الدخان، يبتدي يتخلخل الى داخل السمكه علشان خاطر يبتدي تعمل لها عمليه تدخين. في عندك دلوقتي اما يجي يقول لك عرف سائل التدخين،
سائل التدخين عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن مكونات الدخان المرغوبة، مش مرغوبة، لا، مكونات الدخان المرغوبة والمذابة في الماء أو الزيت، مذابة في ماء أو الزيت، أو مستخلصات في المذيبات العضوية. نقولها تاني، سائل التدخين عبارة عن إيه؟ عبارة عن مكونات الدخان المرغوبة والمذابة في الماء أو الزيت أو مستخلصات في المذيبات العضوية. طب اما نيجي نقول دلوقتي طرق استخدام سوائل التدخين، سمع طالب بيقول قبل ما انا ابتدي اعرض الشريحة، ايوة، طريقة ايه؟ طريقة الرش. برافو. في عندك طريقة تانية اللي هي طريقة ايه؟ طريقة النقع. يبقى دي طرق استخدام سوائل التدخين. في عندك دلوقتي اما اجي اقول لك ايه هي انواع التدخين، انواع التدخين في عندك التدخين على الساخن، درجة حرارة التدخين بتبقى اكتر من 40 درجة مئوي، بتوصل لكام؟ بتوصل ل 80 درجة مئوي. مدة التدخين بتبقى قصيرة، بتصل إلى ساعات قليلة. ده التدخين على إيه؟ التدخين على الساخن. في عندك التدخين على البارد، لا، ده درجة الحرارة بتبقى قليلة، درجة حرارة التدخين بتبقى من 15 ل 25 درجة مئوي. مدة التدخين بتصل إلى إيه؟ بتصل إلى عدة أيام. إيه هنا طبعا أنا عايزة أعرض لكم زي ايه، فيديو كده بسيط. الفيديو ده بيقول ايه؟ بيقولوا تدخين الاسماك. زي ما انت شايف كده، إيه، الراجل كده اللي هو العامل بقى بيبتدي ياخد السمك المجمد اهو، اللي هيبتدي يعمل له عمليه تدخين، ويبتدي يعمل له صهر بالميه، يعني يبتدي يحط عليه الميه اهي علشان خاطر يعمل ايه؟ يعمل له عمليه الصهر. شايفين اهو السمك اهو، ويبتدي يغسله كويس. هو طبعا مغسول ومتشال، بس هو بايه؟ بيفكه بس عشان خاطر هيبتدي يدخله في عمليه. بيبتدي طبعا، على فكره ده السمك بيعمله سمك فيليه مدخن، هيبتدي يتخلص من الزوائد اللي هي اللي هو يبتدي يقطعها بقى. طبعا هو بيبقى ماهر في عمليه التقطيع، ويبتدي يقطعها للقطعيات اللي هيبتدي بتشيل السلسله اهو بتاعت العظم، ويبتدي السلسله بتاعت العظم دي طبعا ما بتتعملش، بتتفرم اهو زي ما انتم شايفين، ومفيش حاجه بتتساب، مفيش حاجه بتتساب، وبتعمل لها عمليه فرم. تطلع اهو فرم اهو، يبتدي تشتغل، ممكن يعملوا منها كفته السمك، يعملوا منها منتجات كتيره جدا. بعد كده شايفين اهو بعض العمال اهو او اللي بيستصنع بيشيلوا، يبتدي يجهزوا السمكه لعمليه التدخين، او بيجهزوا الفيليه لعمليه التدخين. بيبتدي يقطعها القطعيات المناسبة، يبتدي اهو كده. خلي بالك مفيش حاجة بتترمي، كل الزوائد دي بتتفرم وتبتدي تتعمل منتجات. بعد كده بياخد الملح اهو زي ما انت شايف، وهيبتدي يعمل يرش الملح عليه، اللي هو خطوة التمليح، اللي هو بيتحكم في نسبة الرطوبة اللي موجودة داخل الشرايح بتاعت السمك، وبيسيبوها طبعا. بيعملوا بص ايه؟ بيعملوا بيشيلوا الملح الزائد، الملح الزائد طبعا بعد ما يسيبوه فتره بيشيلوا الملح الزائد علشان خاطر ده. بص زي ما انت شايف، ساعات بيحطوا كده سائل تدخين على على بتاع، وبعدين يبتدوا يحطوها في صواني، بيحطوا لها سائل تدخين ويبتدوا يعملوا لها في غرفه التدخين كمان. دي نشارة الخشب اللي بيستخدموها علشان يحطوها فين؟ عشان يحطوها، بصوا، فرن التدخين اهو، يبتدي يحطوا نشارة الخشب ويبتدي يشعلوا فيه الخشب عشان يولد الدخان اللي بيتسحب جوه الغرف الخاصة بعمليات التدخين. اهو بيطلع الدخان اهو وبيتحرق، وبيدخل جوه، يدخل جوه دخان بقى شديد، وطبعا بيبتدي الدخان اهو متصاعد زي ما انت شايف اهو، بيدخل جوه الفرن، ويدخل على ايه؟ بيدخل على الشرايح بتاعت السمك الفيليه اللي هو هيبتدي يعمل له عمليه تدخين. هو دهنه بسائل التدخين وفي نفس الوقت دخنه، كان هو متملح وشاله الملح الزائد زي ما انت شايف. الشرايح اهي بالقطعيات المختلفه بيبتدي يقفل عليها ويحكمت الغلق كويس، ويبتدي دلوقتي في برضه بعد ما بيتعمل لها عمليه التدخين، بصوا بيعملوا ايه؟ بيشيلوا اي شوك موجود فيه، شايفين؟ عشان ده هيبتدي يعملوا له عمليه تغليف، فلازم ما يبقاش في اي شوك خالص فيها خالص، شايف؟ بيبتدي هو يبتدي يتخلص اهو، ولابس جوانتي ولابس البلطو، كلها ممارسات او شروط صحيه جيده، ويبتدي يحط هنا الايه، بيشيل ده قبل، على فكره ده قبل ما بيجي يدخنها، يعني دي عمليه تجهيز، لان دي برضو من ضمن الحاجات اللي هيبيعوها كده من غير تدخين، يعني بيجهزوا سمك من غير تدخين. فبيشيلوا طبقه الايه، بيشيلوا الطبقه بتاعت القشره اهو، ويبتدي ايه، يعملوا لها عملية ايه؟ يبتدوا يعملوا عملية التجهيز هنا اهو.
لحين ايه هتتعمل ايه، يا اما يعني مثلا هتتغلف، يا اما هتتقطع شرايح. بص، بتتقطع هنا شرايح بعد عملية التدخينة، بيعملوها زي البسطرمة كده، وتبتدي تتعمل في يتحط فين، تتحط في الأغلفة الخاصة زي ما انت شايفه، يوزنوا القطعيات المختلفة ويبتدي يعملوا لها عملية التغليف الجيد في المطبخ. طبعا كل دي بتتعمل يعني تحت تحكم شديد جدا، بيبقى المصنع مراعي كل شروط النظافة وشروط الصحية والعمال اللي شغالين. بص بقى، التعبئة هيحطوها في عبوات مفرغة من الهواء. بص بقى هنا، يحط هنا يفرغ من الهواء، يبتدي يعمل له عملية تفريغ، يشفط الهواء اللي جواه، وبعد كده اهو تبتدي بص الهواء ايه، يعني عشان خاطر ما يبقاش في هواء يأثر لك على جودة المادة الغذائية وعلى لونها، وتبتدي بعد كده تبتدي تتباع. طبعا ده من ضمن الحاجات اللي كانت من ضمن الحاجات اللي بتساعد على العملية. في حاجة تانية، حاجة اسمها الحفظ بالتخمرات، احب برضه اقول كده ادي نبذة سريعة عنها. طبعا احنا شفنا دلوقتي عمليات التدخين، ده كان بالنسبة لمصنع للأسماك بيجهز الأسماك، بيبقى ممكن يصنع كفتة السمك، يصنع الفيليه المجمد، أو ممكن يعامل الفيليه ده بالتدخين بسائل التدخين زي ما أنت شايف كده، يملحه وبعد كده يشيل الملح الزائد وبعد كده يحط سائل التدخين وبعد كده يدخله عشان تعمل له عملية تدخين. التدخين تعتبر من طرق الحفظ المؤقتة مش المستديمة، يعني أنت المادة الغذائية المدخنة ما تعتمدش إنها مدخنة وخلاص وتسيبها، لا، ده لازم يبقى في طريقة حفظ تانية معاها. خلاص كده، تتحط في التلاجة، في التلاجة، في الديب فريزر، الكلام ده عشان انت تبقى حافظ على جودة المادة الغذائية المجمدة. في عندنا نوع من انواع الحفظ، وده احنا جميل جدا، اسمه الحفظ بالتخمرات، ان انت بتحفظ المادة الغذائية عن طريق عملية التخمر. احنا عندنا في عندنا عدة انواع التخمر، ان انت بتستخدم احياء دقيقة في عمليات الحفظ المختلفة، تستخدم الأحياء الدقيقة في عمليات الحفظ المختلفة. إيه الأحياء الدقيقة اللي ممكن نستخدمها في عمليات الحفظ؟ إحنا عندنا في الخمائر، وفي عندنا الفطريات، وفي عندنا البكتيريا. في عندنا الخمائر، وعندنا الفطريات، وعندنا البكتيريا، وعندنا صناعات غذائية لا حصر لها معتمدة على التخمرات. أبسط مثال ليها، إيه التخمرات؟ عندنا في تخمر اسمه التخمر الكحولي، في التخمر الخليكي، في عندك تخمر اللاكتيكي. التخمرات دي بستخدمها في حفظ الغذاء ازاي؟ احنا عندنا خلي بالك مثلا صناعة الزبادي، صناعة الزبادي احنا بنعتمد عليه التخمر اللاكتيكي. ازاي؟ انت بتجيب اللبن، صح؟ واللبن بعد ما بيتغلي وبيبرد شوية ويبقى فاتح، بتبتدي تعمل له زبادي. انت بتاخد معلقة خميرة، اللي هي مش خميرة، اللي هي البادئ، البادئ اللي هو البادئ اللي هو زبادي قديم. الزبادي القديم او البادئ ده بيحتوي على بكتيريا مهمه جدا اسمها بكتيريا حامض اللاكتيك. بكتيريا حامض اللاكتيك ده لما بتيجي تحطها على اللبن بتبتدي تدخل جوه اللبن وتتغذى على المواد السكريه وتبتدي تنتج لك حامض اللاكتيك في اللبن. حامض اللاكتيك في اللبن هو الذي يكون الخثره بتاعت اللبن، يحول اللبن من الحاله السائله الى الحاله الجامده اللي هي الصلبه دي، اللي هي الخصره اللي بتتكون. حامض اللاكتيك هو اللي بيعمل هذه الطريقه، وده يعتبر نوع من انواع الحفظ المؤقت عن طريق التخمر، صح ولا لا؟ لما بتيجي تعمل مخلل، لما بتيجي تعمل مخلل بيحصل ايه؟ ان انت بعد ما بتعمل المحلول السكري، محلول الملحي، وتبتدي بالتركيز المناسب وتبتدي تحط فيه الثمار اللي عايزه تتخلل، نجد ان في فلورا طبيعيه موجوده على الثمار. الفلورا الطبيعيه دي بكتيريا حمض اللاكتيك دي، لما بتيجي يدخل المخلل، تحط المخلل او تيجي تحط الثمار في المحلول الملحي، هذه البكتيريا برضو تبتدي تحول المواد السكريه الى حامض اللاكتيك، وحامض اللاكتيك مع المحلول الملحي مع ساعات بتحط خل يؤدي الى ان الثمره بتاعتك تستوي بتاعتك وتحتفظ لاكبر درجه ممكنه. ده يعتبر نوع من انواع التخمرات. عندك حاجه زي الخبز، ما بتيجي تصنع الخبز انت بتعمل ايه؟ انت مش بتستخدم الخميره البيره، او بتستخدم الخميره البيره. طب الخميره دي بتعمل ايه؟ الخميره لما بتيجي تحطها مع الدقيق مع الميه مع الوسط اللي انت بتعمل عمليه العجن،
تبتدي الخميرة دي تتغذى على السكريات اللي موجودة في العجينة اللي انت عاملها، تتغذى على السكريات وتنتج لك كحول وغاز ثاني اكسيد الكربون. تنتج لك ايه؟ كحول وغاز ثاني اكسيد الكربون. الكحول هيدي الريحة المميزة للخبيز، ثاني اكسيد الكربون هي اللي بتخلي العجينة عندك تنتفخ. ثاني اكسيد الكربون هو اللي بيكبر حجم العجينة ويديها الانتفاخ او الحجم الزائد في الحجم. بتاخد بعد كده بتعمل الخبز، ان انت بتحطه في الفرن، طبعا الكحول الايصال بيتطاير وتبتدي الخبز عندك بيبقى طعمه جميل جدا. يبقى ده مش تعتبر نوع من انواع التخمرات بستخدمه في الصناعات الغذائية؟ اه طبعا، ده في عندنا صناعة كاملة على التخمر الكحولي ده، صناعة الكحول. ما صناعة الكحول ده عبارة عن ايه؟ صناعة الكحول نوع من انواع التخمر الكحولي. ازاي؟ بتاخد اي بقايا مواد سكرية موجودة او مخلفات المصانع. احنا عندنا في مصر هنا بنستخدم الملاس، اللي هو الملاس ده السائل الناتج من صناعة السكر، من قصب السكر. الملاس ده فيه نسبة سكر عالية جدا. طبعا بعد ما بيعدلوا نسبة السكر بتاعته ويخففوه كده، بيبتدي يعملوا له عملية تخمر، يحطوا الخميرة ويحطوا عليه عشان بينموا الخميرة على الملاس ده. يوم يعمل ايه؟ الخميرة تبتدي تحول لك المواد السكرية اللي موجودة إلى كحول إيثايل، ودي صناعة قائمة على ذاتها، صناعة الكحول اللي بنستخدمها في صناعات لا حصر لها، في الوقود وفي المستشفيات، كل حاجة ده خميرة، ولازم تكون الظروف غير هوائية. يبقى ده اسمه تخمر كحولي، تخمر كحولي. ده في صناعة بقى تانية بستخدم البكتيريا عشان أنتج بيها الخل. بصوا كل حاجة مترتبة على التانية. إزاي؟ تعالى كده أقول لك حاجة بسيطة كده، سلسلة بسيطة كده. أي مخلفات مصانع فيها نسبة سكر نعمل عليها تخمر بواسطة الخميرة. طبعا أنا بتكلم كده إيه؟ بطريقة سهلة. طبعا هي في الصناعة بتعدل نسبة السكر، في ليها خطوات، بس ده مش ده موضوعنا في هذه الحلقة. أنا عايز أقول لك إن إحنا إزاي من عملية التخمرات تعتبر عملية حفظ، وفي نفس الوقت إنتاج مركبات. بناخد من حاجات ليست لها قيمة بنحولها لمركبات لها قيمة في الإنتاج. عندك مخلفات مصانع العصائر، مخلفات مصانع العصائر، ناخد المخلفات اللي فيها نسبة سكر ويبتدي يعملوا عليها التخمر بواسطة الخميرة. فتبص تلاقي إيه؟ في ظروف غير هوائية بتنتج الكحول. الكحول ده اللي إحنا أنتجناه ممكن ناخده ونعمل، نجيب نوع من أنواع البكتيريا اسمها بكتيريا حمض الخليك، بكتيريا حمض الخليك اسمها الاسيتوباكتر. ودي البكتيريا دي لو اتحطت على الكحول في ظروف هوائيه هتحول لك الكحول الى حمض خليك. سلسله، كل واحد بيأدي وظيفه بتاعته ويسيبها للتاني. خميره تحول السكر الى حمض الى كحول، البكتيريا تحول الكحول الى حمض خليك، وكلاهما كله على بعضه لها يعني صناعة رهيبة، صناعة يعني ممتازة. إذن إحنا ما بنسيبش أي حاجة، إحنا ما بنسيبش أي حاجة، دي كلها مخلفات، والمخلفات دي بنستفيد منها. إحنا مصانع قصب السكر، المخلفات بتاعت قصب السكر اللي هو الملاز ده، الملاز ده ليه استخدامات كتيرة جدا، نستخدمه في إنتاج حامض اللاكتيك والستريك والخميرة، صناعات كبيرة جدا ممتازة كمان. يبقى أنا دلوقتي عرفتك إن ممكن عن طريق التخمرات وعن طريق الأحياء الدقيقة إن إحنا ممكن نعمل حفظ للغذاء وإنتاج أغذية بالتخمرات. برضو أحب أقول برضو عندنا بعض أنواع الجبن نستخدم الفطريات. عندنا فيه أنواع من الجبن إن إحنا بنعمل تلقيح للفطريات في الحليب مثلا، ونستخدم أنا زي ما عندك نوع من أنواع الجبنة اللاكفورت، دي عبارة عن ايه؟ ده احنا لقحنا الحليب بنوع من انواع الفطريات. الفطريات دي بتبتدي تتغذى على مكونات اللبن وتنتج مركبات وتديك الطعم المميز لبعض انواع الجبن. يبقى انت كده عرفت ان الحفظ بيكون ممكن عن طريق التخمرات. يبقى احنا كده قفلنا الوحدة بتاعت ايه؟ بتاعت الحفظ، بتاعت المادة الغذائية، حفظ المواد الغذائية بطرق مختلفة مع عدم الضرر بالقيمة الغذائية للمادة الغذائية. اتمنى من الطلبة والطالبات انهم يركزوا على الوحدة دي كويس جدا ويذاكروها بطريقة كويسة وسهلة. اعتقد انها سهلة جدا وكلها معلومات عارفينها بنأكد عليها.
أتمنى من الطلبة والطالبات إنهم يكونوا استفادوا من الشرح ويكونوا فاهمين كويس ويستعدوا إن شاء الله للامتحانات المقبلة، الامتحانات العملي والنظري، وأتمنى لجميع الطلبة والطالبات التفوق والنجاح إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.